أوليفيرا، تمريرة بين أوليفيرا ومعاذ عفانه، وداخل منطقة الجزاء خطير. يا سلام، هدف التعادل من أبو كبير، لاعب كبير اسمه أحمد أبو كبير هنا ينجح ويحرز هدف التعادل لمصلحة نادي السلط. جملة تكتيكية ولا أروع كانت من اللاعبين. شوف الإعادة هنا، أوليفيرا بدأها وهنا تمريرة إلى المصري أحمد أيمن، يحضر الكرة إلى أبو كبير ويعلم طريق المرمى جيدا أبو كبير، ويحرز أول الأهداف لمصلحة نادي السلط. هدف التعادل يأتي في هذه اللحظة. شوف هنا الدور الكبير الذي كان من اللاعب أحمد أيمن شمس في المتابعة.